لكم بعادي يجعل كيدكم بينكم يا قوم افسدوا في البلاد. احنا ما لنا مصلحة في من عاد او لن يعاد، احنا اهل وابناء عدن حددنا الهدف والمراد. ما بتهمنا عودته حتى لو فرضنا وعاد، احنا كل ما يهمنا ان حقنا يستعاد. والثورة بميدانها واحنا لولاها سناد، واجبنا نقف جنبها لما يسقط السندباد. نحنا غدرنا سابقة في الغارات والاحتشاد، والسبعين تشهد لنا خضنا حرها والبراد. هذا بالإضافة إلى نيل اللام والفاء وصاد، انتو شعب له عزته واحنا شعب ذات السياد. أما غير هذا فلا لو تمطر معابر كناد، استقلالنا ناخذه ناقص عام أو عام زاد. بعد اليوم يا صنبحي لا وحده ولا اتحاد، انتم أهل صنع اليمن واحنا أرض ذات العماد. المستمع الكريم، هذا القصيدة كلمات الشاعر الغدير ثابت عوض اليهري، وهي جواب على الشاعر الكبير أحمد محمد الصنبحي الحمري.
اهل الصنعة اليمن واحنا ارمي ذات العمل، قررنا اننا ننفصل مهل واحنا وانتم سداد، وانتو باتبوا مشكلة امنا برب العباد، قررنا اننا ننفصل مهل واحنا وانتم سداد، وانتو باتبوا مشكلة امنا برب العباد. من 90 صيف اربعة انبر صبرنا في النفاد، والطاغوت لن يستجيب ابانا هنا خرها الغراد، استهتر وقلل بنا واحنا الاغوياء الشداد، لم يحسب حساب اهلنا ان جمر تحت الرماد.
الغندال والبرهان شعبيتي ذي في كل يوم ازديال مقرتوا عصابة سرق بعتوا شعبكم بالمزاد قلتوا ما له الا علي ذي يرعي مصالح سعاد وحدتنا معاكم غلط افضل منها الانفراد كل مننا في فلك وفلح من تفود وفاد تفود وفاد احنا رغم تعدادنا مليونين اخر عداد وانتم رغم تعدادكم وعداد عد القراد احنا رغم تعدادنا مليونين اخر عداد وانتم رغم تعدادكم وعداد عد القراد ضحينا بثرواتنا من اجل التحام الايات حتى انت بين لنا خيط بيض واخر سواد لهما تودراماتكم ما احنا عادهن جداد كم من ديمة العسكري لسوق الشريق ارتداد سوق الشريق ارتداد لا تربطني بغزام قم قم للقوم يا ابو حمد عاملني كما عاملك يا احمد لا تكايد كيال لا تربطني بغزام قم قم للقوم يا ابو حمد عاملني كما عاملك يا احمد لا تكايد كيال وانت تعرف اني بريء من زيد ويزيد وزياد وانت من هو اضرب لهم في المبدأ وفي الاعتقاد يا احمد لهجتك حادة واسلوبك معي صار حاد والمفروض بتغتدي مش لازم تقول لي مضاد لهجتك حاجة واسلوبك معي صار حاد والمفروض بتغتدي مش لازم تقول لي مضاد لا تغلط على اهل اللحق والحنة نوات الجهاد لا يفتون فتوى عليك مات قلدكم في الصعاد والمرأة التي غلتني بتقود اليمن للنكاد تاريخ المرأة في اليمن من بلغيس اخذ الامتداد المراه لها دورها بتجاهد بكل اجتهاد لو غابوا حماة الحما فهي من حماها وداد هي للخيل خيالها هي قطع السيوف الحداد ليلة يقبنوا قومها عن صد العدو والمعاد المراه لها دورها التاريخي بمنزل واد يشهد في الكفالة في عد العدد والعتاد المرأة لها دورها التاريخي بمنزل واد يشهد في الكفالة في عد العدد والعتاد واختمها بختم الرسل ما لبي ونادي مناد يوم يورد الظالمون لجهنم وباس المهان يوم يورد الظالمون لجهنم وباس المهان